هي بالفعل مدينة البهجة. مراكش عاشت مثل المدن المغربية ليلة استثنائية بفرض حضارة التنقل الليلي من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. رجال الأمن بالمدينة الحمراء رابطوا بمختلف نقاط المراقبة من أجل تطبيق القانون. هذه مراكش، هذه المدينة الحمراء ليلة رأس السنة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.